اهلا بيكم. يا ريت قبل ما نبدا ملخص الفيلم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. بيبدا فيلمنا بولد بيشوف شخص اسمه فيكرام وهو فقد الوعي في النهر، فبينادي على اهله، وساعتها جده بياخد فيكرام على الحصان للقريه، وبيكون فيكرام فقد للوعي وجسمه كله اصابات. وبعدها بنشوف فيكرام وهو في القريه، والجد بيقدر انه يطلع الرصاص من جسمه. وفي نفس اليوم بالليل سكان القريه بيكون عندهم احتفال، وساعتها جنود بيضربوا عليهم سهام وبيهاجموا القرية. بس وقتها بنشوف فيكرام واللي بينزل على الجنود وبيهاجمهم وبيقدر انه يخلص عليهم كلهم. ساعتها كل سكان القرية بيشكروه. وبعد 30 سنة بنشوف واحدة بتركب المترو وبنعرف ان معاها قنبلة. وبعدها بنشوف واحدة هاكر بتكون تبع البنت ديت وهما في فريق واحد، بيتأخر الطريق علشان بنت اسمها عليها تركب المترو وتوصل لكليتها لانها اتأخرت، وفعلا بتقدر تعمل كده وبتجبر عليها بدون ما تعرف تركب المترو اللي فيه الهاكر وباقي العصابة. وبعدها بنشوف شخص اسمه ازاد وهو مستني في المحطة وبيبقى وشه كله مربط بشاش، واول ما المترو يدخل جوه النفق العصابة بيقدروا يسيطروا على المترو وبيوقفوه. وبعدها بنشوف ان كل افراد العصابة بيهددوا الركاب، وبعدها بيكلموا قاعد التحكم وبيعرفوهم ان هم خطفوا المترو. وفي اللحظة ديت ازاد بيفك الشاش اللي حوالين وشه وبيقول للركاب ان من اللحظة ديت هو كابتن الرحلة، وبنعرف انه قائد العصابة. وساعتها ازاد بيروح لبنت من الركاب وبيخلص عليها، فالركاب بيصرخهم، وازاد بياخد اللاسلكي وبيكلم رئيس غرفة التحكم اللي بيكون شايف اللي بيحصل بكاميرات المراقبة، وبيقول له ازاد لو عايز تنقذ حياة الرهاين ال 376 يبقى تجيب لي مسؤول علشان اتفاوض معاه. وبعدها خبر اختطاف المترو بيتعرض في التلفزيون، والمذيعة بتقول ان الحكومة كلفت المحققة نرمادة بتولي القضية ديت. ولما ازاد بيشوف نرمادة في الاخبار بيكلمها على اللاسلكي وبيقولها انه يعرف كل حاجة عنها وانها عمرها ما فشلت في مهمة تاخدها، وبيفهمها ان هو طول عمره بينتخب كل حكومة على امل انها تعمل حاجة للناس وتنهي فساد الحكومة اللي قبلها، ولكن ده مش بيحصل. وعلشان كده هو قرر يجبر الحكومة انها تنفذ مطالب الشعب الهندي، وبيقولها ان هو معاه عالية بنت رجل الاعمال المشهور كالي، وبيقولها ان هو عايز وزير الزراعة يكون عندها خلال 5 دقايق، وانه لو موصلش خلال المهلة ديت هيخلص كل دقيقة على رهينة. ففي الوقت ده بيكون الوزير في طريقه لمقر قيادة العمليات، ولما بيوصل بيتعصب على نرمادة، فبتعرفه ان خاطف هدد بانه هيخلص على رهينة كل دقيقة لو هو ما وصلش خلال 5 دقايق، وبتفهمه ان ده لو حصل محدش هينتخبه في الانتخابات الجايه. وقبل نهايه المهله الوزير بيكلم ازاد، وساعتها بيقول انه هيساله اسئله لو عرف يجاوبها هينقذ حياه الركاب. واول سؤال بيكون 18201، فالوزير ما بيفهمش معنى السؤال. وساعتها ازاد بيقول له ان ده عدد المزارعين اللي انتحروا السنه اللي فاتت بسبب ظلمه ليهم، فبيقول له ان هو بيسهل على رجال الاعمال ان هم ياخدوا قروض اما المزارعين فبيصعب عليهم ده جدا، وكمان بيخلي بنسبة فايدة كبيرة. وساعتها ازاد بيقول له ان في رجل اعمال كبير هيتصل بيه بعد 5 دقايق وبيطلب منه يشغله على السبيكر. وبعدها بيروح لعاليا وبيطلب منها تتصل بابوها. وفي نفس الوقت بنشوف كالي رجل الاعمال وهو في بيت واحد من المزارعين وبيجبره يبيع ليه ارضه، ولما بيرفض بيخلص يالي عليه. وتاني يوم بيحضر جنازته، ووقتها السكرتيرة بتاعته بتقول له ان بنته عايزة تكلمه وبتديله التليفون، واول ما بيخلص المكالمة مع بنته بينادي على مراد المساعد بتاعه اللي بيروح لمقر العمليات وبيقابل هناك وزير الزراعه وبيدي ليه التليفون علشان يكلم كالي. وبعدها الوزير بيقول لنرماده ان بنت كالي من ضمن المختطفين، وان الخاطف طلب من كالي فديه بمبلغ كبير، وبيعرفها ان هو وافق يدفع الفديه كامله وجهنه على حسب الاتفاق مع الخاطف علشان يحول له فلوس الفديه. فبعدها زيد بيكلم نرماده وبيقول لها ان هو بعت لها رقم حسابه على الايميل، وبيعرفها ان الفديه لو ما اتحولتش للبنك في خلال 15 دقيقة هتحصل انفجارات في المدارس والمولات وكل الأماكن اللي حوالين المترو. وساعتها عاليا بتتعصب على أزاد وبتقول له إنه استغلها علشان يخلي أبوها تدفع الفدية، فبيعرفها أزاد قصة واحدة من العصابة اسمها كالكي، وبنفهم إن أبوها انتحر بسبب ديونه اللي وقع فيها لما اتداين من كالي بسبب فوايده اللي بتكون بزيادة وعدم سماحه بتأجيلها يوم واحد. وهنا بنرجع تاني لعربية المترو اللي كل اللي فيها بيكونوا متأثرين من حكاية كالكي، وساعتها ازاد
كده، بيقول لعليا ان ديت مش حكايه عليا بس، وبيعرفها ان ابوها بيصبر على الاغنياء بس، اما الفقراء بياخد منهم كل حاجه بكل وحشيه هما واهلهم. وبعدها بيحصل التحويل البنكي، ازاد بيقول لعليا ان ال 400 مليون دول هو هيوزعهم على الشعب، وبيطلب من الست اللي خلص عليها انها تقوم، وفعلا هي بتقوم تقف وبتطلع انها معاه في العصابه وانه ما اذاش اي حد. وبعدها المترو بيتحرك، وقبل ما بيوصلوا للمحطه افراد العصابه بيوزعوا على الركاب الشاش اللي زاد كان حاطه على وشه. وقبل ما بيوصل المترو للمحطه قوات مكافحه الارهاب بينتشروا في المحطه، ونرمادة بتكون معاهم، بس الركاب بينزلوا كلهم بنفس الشبه ومحدش بيقدر يميز ازاد وعصابته اللي بيهربوا. وبعد كده 700 مزارع بتجيلهم رساله من البنك ان قروضهم اتسددت، فكالي واللي معاه بيستجوبوا نرماده وبيطلبوا منها تعرف مين اللي عمل كده، فبتقول لهم ان هو شاب صغير ومتنكر في هيئه رجل كبير. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف ازاد وهو بيشيل من على وشه الماسك اللي مكبره في السن، وبيقول للبنات اللي معاه ان اللي عمله ده هو البدايه وان لسه الطريق قصادهم طويل. وبعدها البنات بيقدروا ان هم يرجعوا للسجن اللي هم في الاساس مسجونين فيه ويهربوا منه علشان يعملوا المهمه. وفي نفس الوقت نرماده بتوعد كالي انها هتقبض على العصابه قريب جدا، وبتوصل وقتها عليا وبتسلم على ابوها، وبتعرفه ان الخاطف بعت له رساله معاها وبيقول له ان اسمه ازاد راثور. وتاني يوم الصبح في السجن البنات بنشوف مامور السجن ازاد واللي بيقدم نفسه، وبيقول ان هو مامور السجن ده بقاله 12 سنه وان كل السجنات اللي في السجن بيشتغلوا وبينفعوا المجتمع. وبعد كده بيروح ازاد علشان يشوف عروسه، فبيتفاجئ انها نرماده، وبعد كلام بينهم بتوافق نرماده على الطوبه وبتتم الطوبه وبيعدي الوقت. وبنشوف وزير الصحه وهو بيمدح في المستشفيات الحكوميه وبيقول للناس انه قدر يجهز المستشفيات الحكوميه باحدث الاجهزه. وفي الوقت ده بنشوف مستشفى القريه اللي مفيش فيها اي تجهيزات، وبنرجع تاني لوزير الصحه اللي واحده من البنات بتضرب عليه نار والمكان بيتقلب لفوضى، وبتوصل عربيتين اسعاف، وبنعرف ان فريق ازاد بعت واحده وسط الموكب وقدروا يوصلوا من ورا رجالته لمستشفى القريه، والبنات بيقفلوا بوابه المستشفى الحديد بيزرعوا المتفجرات قريب من مبنى المستشفى الرئيسي، وبينقلوا الوزير للمستشفى على كرسي لاستيك بعجل بدل النقاله. وبعدها البنات بيبداوا البث المباشر، وازاد اللي بيكون متنكر بمكياج مخليه عجوز بيطلب من الدكتور انه يتكلم عن حاله الوزير، فبيقول له انه حالته حرجه والمستشفى ما فيش فيها اي تجهيزات علشان العمليه. وبعدها ازاد بيكلم نرماده وبيطلب منها تخلي مدير المستشفى السابق يقول حقيقه اللي حصل في المستشفى من 3 سنين، وساعتها كالي المدير بيطلب منه يقول الحقيقه علشان ينقذ وزير الصحه وهو هيحميه. وبنفهم ان هو بيعمل كده لان الوزير بيطلع ان هو اخوه، فبيطلع دير السابق في مؤتمر صحفي وبيقول للصحفيين انه من 3 سنين وصل المستشفى 60 طفل مصابين بالتهاب الدماغ. وهنا بنرجع بالزمن علشان نشوف الاطفال المصابين واللي مش متوفر ليهم اسطوانات الاكسجين، ولما الدكاتره بيكلموا المسؤولين بيرفضوا يبعتوا ليهم حاجه لانهم بياخدوا عموله منها وهما لسه ما خدوهاش، وان بسبب ده الاطفال ماتوا. ووقتها بنرجع تاني للمدير اللي بيعترف ان هو واداره المستشفى اللي مسؤولين عن موت الاطفال دول. وهنا ازاد بيقول لنرماده انه هيبعت ليها اسامي 234 مستشفى حكومي، وان لو ما تمش بعت ليهم كل الامدادات والمعدات اللي هما محتاجينها في خلال 5 ساعات هيخلص على الوزير. وفعلا في خلال 5 ساعات المستشفيات الحكوميه بتوصل لها المعدات اللازمه كلها، وبيهرب ازاد وفريقه. وساعتها نرماده بتطلب من المساعد بتاعها انه يخلي الرسام يرسم المقنع في انوار مختلفه، وتاني يوم هي بتتجوز ازاد، بس بعد الفرح بتتفاجئ بصور الرسام اللي بتكون مبينه ان المقنع ده هو ازاد، فبتضرب هي نار عليه. ولكن وقتها مسلحين تبع كالي بيضربوا نار على البيت وبيتمكنوا من ازاد ونرماده، وقبل ما بيخلصوا عليهم بيوصل واحد وبيدخل في قتال قوي مع رجاله كالي، وبيكتشف ان الشخص ده هو فيكرام ابو ازاد، وبيشيل ازاد وبيخرج بيه من المكان اللي كان محبوس فيه. اما نرماده فتكون عارفه شكل ازاد وتلاته من البنات اللي شغاله معاه، فبتقرر تدخل الحبس اللي هما فيه علشان تكسب ثقتهم وتنضم ليهم وتعرف عنهم كل حاجه. وفعلا بتدخل الزنزانه وبتعرف شكل البنات الباقيه، وبتقول لهم ان ازاد خانها علشان تشككهم فيه، بس هما مش بيشكوا فيه ابدا. وبتقول ليها واحده منهم ان فيكرام ده يبقى ابو ازاد وانه اتظلم من كالي بسبب انه لما
كان في القوات الخاصة زمان رفع قضية على شركة كالي اللي بتديهم أسلحة سيئة بتخلي رجالته تموت، وإن لما هو عمل كده كالي خلى رجالته تحبس مرات أزاد بسبب جرائم مزيفة بيدينوها بيها، أما هو فبيرموه من الطيارة، ولما بيجي وقت إن هما يعدموا مرات فكرام بيطلع إنها حامل، فبينتظروا إنها تولد وابنها يتم 5 سنين على حسب القانون الهندي، وفعلا بعد 5 سنين بتقول الأم لابنها أزاد يخلي باله من المسجونات وإن منهم كتير مسجون ظلم، وبتقول له يفضل دايما ينصر الحق، وفعلا هي بتتعدم. ولما بتفهم نرماد إن أزاد اتظلم وإنه كويس بتسأل على مكانه فبيعرفوها، وبنرجع لأزاد اللي بيفوق وبيقول لوالده إن هو مش مصدق إنه لسه عايش، وبيكون مبسوط لأنه افتكره مات، ووقتها بيبقوا شايفين كل حاجة على الكاميرات، وبيروحوا يهاجموا كل رجالة كالي اللي في السجن، وساعتها بنعرف إن كالي يكلم مأمور السجن علشان يخلص على نرمادة واللي معاها، فبتعرف نرمادة باللي حصل وبتنضم لعصابة أزاد، وبيهربوا كلهم من السجن مع أزاد، وبيتجمعوا وبيقول لهم أزاد إن هما لازم يمنعوا وصول حاويات الرشاوي بتاعت كالي للحكومة بكرة، وتاني يوم كلهم بينطوا فوق الحاويات، وبتقوم معركة قوية ما بين عصابة أزاد وعصابة كالي، وبتكون المعركة قوية جدا، وفي النهاية أزاد واللي معاه بيهربوا، ولكن كالي بيقبض على فيكرام وفريقه، وبيظهر أزاد على التلفزيون من جوه السجن وبيقول للحكومة إن هو سيطر على السجن ده، وإن المطلوب إن رئيس الدولة يمضي على ورقة بعتها ليهم، والورقة ديت بتكون أمر بإغلاق 50 مصنع بيسببوا في تلوث البيئة وموت العمال، وفي المقابل بيعرض عليهم إنه يرجع لهم أجهزة التصويت لجان الانتخابية اللي سرقها هو وفريقه، وفعلا الرئيس بيوافق والمصانع بتتقفل، وفي نفس الوقت كالي بيدخل السجن وبيقدر يعمل كده عن طريق راجل من رجالته، وبيروح لأزاد وبيقدر إنه يهدده بإنه هيخلص على والده، ولكن قبل ما يعمل كده بيكون هيضربه، بس في كرام والد أزاد بيدافع عن ابنه وبيقول له ما تقربش من ابني، وبيتحد هو وابنه وبيقدروا هما الاتنين يضربوا كالي بعنف ويعلقوه في حبل المشنقة، وهما والبنات وقتها بيعدموه.